Ja, lass mich. دايما ما ينفع المسدس عشان لو في حد واحد او اثنين او ثلاثة، لكن العدد لو كبير شد انا طبعا. القناص مش هينفع الموضوع هيكون، فاحنا ممكن القنابل نخصصها سلوت لوحده. Not good. اوف
السلاح ده كويس انا منه معايا. خلي هنا نصنع شوتجن تمام. متفجرات يخرب بيتك يا ابن اللذين. عايز ارجع سايق مش هينفع. ايه ده؟ اوه ده في كذا حاجة. انا استنى ثواني بقى. صح؟ لا في كذا حاجة بتلمع اهي. اعتقدش ان في حاجة تانية. تمام يا دندير احنا ننزل تحت. طيب You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. كده هنرجع. احنا كده اخذنا. طيب يا حلاوته. ماشي ما علينا، مش عايز مفاجآت. لا بس الوحش التاني ده تقيل قوي. انا كويس ان انا معايا مسدس. زي ما قلت لكم مسدس الساقية ده أقوى سلاح دلوقتي، بينجز بسرعة.
طيب في سلم وفي في منزل هنا ده هيوديني فين؟ في حاجة هنا ماشي سمكة ملاحظات زرع زرع الكادو طريقنا يا ايوه افتكرت افتكرت يلا هنخش نصيف طبعا تمام نحط القوارير اللعبة بدأت تقطع دروب فريم دي مشكلة في اللعبة مش زي ما قلتلكوا علاجها انك بتسيف الاول بعد كده تبقى ايه It's my greatest pleasure to see you return alive تمام Welcome Ethan اهلا بك يا اخوي نشوف الموضوع ده لا Please do take a look at my new stock. This? No, I'm more than happy to purchase it. You'll be slaughtering things in droves. Thank you.
مش قضية. This is all an investment. Till next we meet. ماشي. تمام. نحط القريبة. تمام أوي. جسر متحرك. تعال نجرب موضوع الجسر ده. المفروض اشتغل مع ده. احنا ممكن نخش عندها هي. صح كده احنا نعتبر دخلنا. ايه ده؟ ده مكان جديد. ده مكان جديد اول مره اشوف. هنزق الفندق ده. Yeah.
ما فيش حاجة بنسبة فيه. انت على فكرة ولا ايه؟ خدنا الكنز هنا ماشي ما علينا. ده طبعا مكان سري ما حدش ياخد باله. ماشي يلا اخدنا المركب كمان. نحاول نرجع عكس الاتجاه ونخش هنا نشوف هو ايه ممكن. سامع كنا غيبي ما
ده مكان سري. اكتمل التسلسل الحمد لله وتطابق ماشي. ممكن يسند لتغيير الصناعة بواسطة البشر مما يعني ان هذا هو المصدر وصول لهذا العفن واستخراجه. انتشرت مستعمرة الفطريات اسفل القرية كلها عند اخذ وقائد بيكر في الحزبين. كان مضيف الفطريات المتغيرة جزء من شبكة الوعي. إذا كانت تلك الشبكة متصلة هنا ربما هذا يعني أن الكائن الحي هنا هو مخزن بيانات. إذا كان الأمر كذلك ما هي البيانات التي تبحث عنها ميراندا؟ أوكي. حتى الشوتجن ايش ده؟ يبقى جاهز يعني. ماشي نحاول نرجع بقى للفندي نعمل نشوف ايه اللي ممكن نطوره ونبيع ونظبط نفسنا بعد كده نروح. ما اعرفش احنا فين. احنا في اللي هي المنطقة حوالين المراسم هنا موقع المراسم. كان في كوبري نزلته اخدت المركب وطلعت فوق ونزلت تحت. ودلوقتي بعد ما لميت كل حاجة هرجع للدوك. Shall I choose something for you? Ah, thank you. Splendid! Do you know its worth? This is all an investment, Ethan. Sure. Do let-